السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسميد الأغنام من الألف للياء. كنا في الأول القناة عملنا جروب على الواتس لتلقي الأسئلة والإجابة عليها، بس لقيت الجروب بياخد وقت زيادة عن اللزوم، والفايدة بتكون مقتصرة على 250 أو 260 نفر في الجروب. آخر الجروب في الواتس حوالي 250-260 واحد، فالكمية محدودة، فحبينا تعمم الفايدة أكبر عشان الكل يستفيد، وعملنا فيديو الإجابة. فيديو الإجابة كنا بننزل فيديو بيتعمل عليه 30 سؤال 40 سؤال، تاني يوم بيتم الإجابة عليهم أو تالت يوم في فيديو تاني إجابة، بس لقينا الفيديو بيطول، وكمان وقت الفيديو بيطول، واللي عاوز السؤال بتاعه بيصعب يدور عليه في وسط الفيديو، لاني بوقف التعليقات في الفيديو السابق، يعني ما يعرفش يرجع يشوف ترتيب السؤال بتاعه في البداية في النص في الاخر. هو بيكتب السؤال بتاعه ومش عارف كام سؤال هيجي بعديه، لاني بوقف التعليقات عشان محدش يعلق على الفيديو القديم، فبالتالي اليوتيوب مشكلته لما بوقف التعليقات لأي حد عاوز يرجع للتعليقات ما بيشوفش التعليقات، ما بتتفتحش اصلا. حتى انا لما اجي ارجع للتعليقات ما تفتحش غير لما افتح التعليقات، ميزه التعليقات على الفيديو اعرف نقرا نشوف التعليقات. فبالتالي لقينا في صعوبه من معرفه الوقت، من معرفه مكانك فين في فيديو الاجابه، مكان الاجابه بتاعتك. فده ان شاء الله الطريقه الجديده، وان شاء الله تكون هي اللي تمشي باذن الله. يعني ده ان شاء الله اسمه فيديو الاسئله، ده فيديو الاسئله هيفضل ثابت، مش هنوقف تحتيه التعليقات، التعليقات هتفضل مفتوحه عليه باستمرار. يعني اي حد عنده اي سؤال يكتب سؤاله اسفل الفيديو ده، الفيديو ده هيفضل ثابت باستمرار ان شاء الله متاح تحتيه التعليقات، وهيتم الاجابه على من 10 الى 15 سؤال في كل فيديو اجابه بالترتيب طبعا. يعني هنبدأ من أول سؤال لحد مثلا السؤال 10 يا 15 سؤال، بحيث ما يتجاوزش طول الفيديو حوالي ربع ساعة تلت ساعة، بحيث يسهل انك اللي عاوز يستفيد يسمع الفيديو بالكامل يسمعه، اللي عاوز الإجابة بتاعته هيلاقيها بسهولة، اللي عاوز يرجع يشوف ترتيب السؤال بتاعه في الفيديو، فيديو الأسئلة، يرجع للفيديو، لأن التعليقات هتفضل متاحة. كل 10 أو 15 سؤال نجاوب عليهم في الفيديو إجابة، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، وهكذا طول ما في فيديو الأسئلة سيفضل موجود ومتاحة تحتيه التعليقات في أي وقت تكتب التعليق بتاعك. بس باخد 10 أو 15 سؤال في كل فيديو إجابة وما بعملش تحتيه، وهنوقف التعليقات تحتيه. يعني فيديو الإجابة هيكون تستمع الإجابة فقط لغير، مش هيكون متاح تحتيه أي تعليق. إن شاء الله الفكرة دي إن شاء الله هنثبته عليها ونشوفه النظام هيمشي ازاي، وان شاء الله ده يعتبر كده مفيش بقى فيديو اسئله الاول، هو فيديو اسئله فقط، انما فيها يكون فيديو الاجابه. بس انا طبعا مش هكتب فيديو الاجابه الاول والثاني، لان احنا وصلنا للفيديو الاجابه رقم 24، يعني هندخل مباشره فيديو الاجابه رقم 25. ان شاء الله هيكون اول 10 او 15 سؤال في فيديو الاسئله، فاي حد عنده اي سؤال اتفضل اكتبه اسفل الفيديو، ان شاء الله بنجمع. ما يهمش بقى تجمع 30 40 50 100، انا باخدهم 10 او 15 كل ما انا نفس وقت فاضي، ربع ساعه تلت ساعه بنجاوب على 10 او 15 سؤال وبنزل فيديو الاجابه بتاعه. وفي النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه، وطبعا اللي حابب عشان ما يتوهش ما يقولش انا مش لاقي الفيديو اللي اكتب فيه، يعني ممكن تنسخ الرابط بتاع الفيديو ده فيديو الاسئله، تنسخ الرابط بتاعه وتحتفظ بيه عندك، بحيث تضغط على الرابط فقط لا غير هتدخل على فيديو الاسئله لو عندك اي سؤال في اي وقت حبيت تكتبه. في النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.